نزيد ناكد وزاره الداخليه عندها من الوحدات الخاصه والمختص اللي قادره باش تنفذ القوانين، وعندها وحدات مختصه في مكافحه الارهاب، وحدات مختصه في الاستعلام، وحدات مختصه في المجال المخابراتي، واللي نجموا بقدره ربي نحميوا الدوله هذه نتاعنا. هذا كان رد محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه على احداث البارح اللي صارت في حي التضام، واللي جات على خلفيه منع مؤتمر انصار الشريعه، ونأكد العروي انه قرار المنع ما جاش من فراغ وكان للاسباب التاليه. هو عدم تقديم اي ترخيص رسمي لوزاره الداخليه، ثم لغه التهديد او ما شابه ذلك والتعالي على هيبه الدوله، وبالتالي تم اتخاذ قرار المنع وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذه. الأضرار طارت الممتلكات الخاصة بالاعتداء على زوج سيارات الأهالي حي التضامن، 21 إصابة في صفوف الأمنيين، واحد منهم في حالة خطيرة، وثلاثة أصيبوا بجروح بالغة، وفاة أحد المحسوبين على التيار السلفي وإصابة 6 أشخاص منهم. أما حالة الوفاة الثانية فانفير ناطق الرسمي لوزارة الداخلية أنه تكون عندها علاقة بالأحداث، وأكد أنه مواطن أصيل مدينة مدنين وما عنده حتى صلة بحتى تيار. تواصلت عمليات الكرم والفر إلى حوالي الساعة 1:30 من صباح اليوم، كما أشير هنا إلى أنه حوالي منتصف النهار والنصف يوم أمس تعمدت مجموعة أخرى مداهمة مقر إقليم الحرس الوطني بتونس، حيث تقدم حوالي بين 700 شخص أو 1000 شخص إلى مقر الإقليم، وحاولوا رمي الأعوان كذلك بالمقذوفات والاعتداء بالعصي والهيروات والقضبان الحديدية. سجلنا كذلك واقعة لأول مرة تقع في تاريخ تشتيت المظاهرات، هي الاقتراب من الأعوان ومحاولة افتكاك الأسلحة، وواقعة خطيرة جدا هي محاولة حرق دبابة تابعة للمدرعة تابعة للحرس الوطني كان استعمالها في تشتيت هذه المظاهرة. وأسفرت الأحداث اللي صارت في عدد كبير من ولايات الجمهورية على إيقاف 274 شخص، منهم 143 من تونس الكبرى، و39 من القيروان، و20 من سيدي بوزيد، و12 من سوسة. بالنسبة لثلاثة أيام وقعت معناها قمنا بإيقاف 274 شخص، فيهم 48 مفتش عنهم، هذا اللي تم إيقافه في السدود وفي مفترق وفي كل المفترقات المؤدية إلى تونس العاصمة أو إلى مدينة القيروان. فما 48 تتسألوا هنا تقولوا معناه شنو معناه مفتش عنهم، تلقى أشخاص معناه هذه راهي تتعلق بها قضايا في الأمن العام. عملية التمشيط حسب محمد علي العروي في كامل البلاد وعلى مدة 3 أيام مكنت من ضبط 43 خرطوشة في مفترق المنشية من ولاية قبل، و49 سلاح أبيض، و5 علب مشلة للحركة، و210 دوسار، إلى جانب أسلحة أخرى، مع الكشف على خلية إرهابية في حفوز من ولاية القروان. أما عن المناوشات اللي صارت في ولاية القروان فأكد الناطق الرسمي إنها بسبب يمين الناشطة في جمعية فيمن، وتمت السيطرة عليها في ساعة. ما صار في مدينة القروان هو صارت بعض الاحتجاجات على خلفية قيام فتاة بعملية غير أخلاقية، ووقع إيقافها بتعليمات من النيابة العمومية، وقد وقع احتجاجات من بعض أهالي القروان. صحيح وقع استعمال فيها بعض القوة، لكن وقع تطويقها بسرعة. وبهكا تناولت الندوة الصحفية لوزارة الداخلية أهم الأحداث الأخيرة، مع التواعد بعدم التساهل مع أي مخالف يحاول يعتدي على أمن البلاد. أما عن تأجيل من إلغاء مؤتمر الشريعة، فمحمد علي العروي أشار الكون التقيد بالقانون هو الفيصل في الحكاية هذه.